بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم هو الفيلوسيتي ان ميكانيزمز باستخدام الريلاتيف فيلوسيتي ميثود. هنبدا محاضره اليوم بحركه لينك، الموشن اوف لينك. هنفترض ان عندنا لينك اسمه اي بي، عليه نقطتين، نقطه اسمها اي ونقطه اسمها بي. النقطة B بتتحرك بالنسبة للنقطة A بسرعة زاوية مقدارها أوميجا، يبقى الأوميجا الأنجولار فيلوستي أوف لينك. والمطلوب حساب السرعة الخطية اللينير فيلوستي أوف B ريلاتيف تو A. السرعة الخطية احنا نعرف ان السرعة الخطية هي عبارة عن أوميجا في R. أوميجا اللي هي السرعة الزاوية في R اللي هي نصف القطر أو المسافة بين النقطتين. فهنا VB relative to A، نقول VB relative to A يعني سرعة B بالنسبة لسرعة A بتساوي AB vector AB، اكتبوا small letters، وقيمتها بتساوي الأوميجا اللي هي السرعة الزاوية مضروبة في المسافة AB اللي حكوا عليها R قبل كده، اللي هي AB المسافة بين النقطتين. طيب يبقى بنمثلها بمتجة اسمه AB، وبيكون اتجاه السرعة الخطية مع نفس اتجاه أوميجا، يعني في هذا الاتجاه. والسرعة الخطية هذه بتصنع زاوية 90 درجة مع الخط AB، يبقى VB relative to A كفيكتور AB، وبيصنع زاوية 90 درجة مع الخط اللي اسمه AB، واتجاه الدايركشن بتاعه بيكون مع نفس اتجاه أوميجا. طيب لو عايزين نقول اللينير فيلوسيتي للسي، هنقول ان ال VC relative to A قيمتها كفيكتور AC، اللاين بتاعها برضو بيكون عمودي على الخط اللي اسمه AB، واتجاهها برضو بنفس الاتجاه بتاع مين؟ بتاع أوميجا. لو عايزين نقول VC relative to A على VB relative to A بتساوي المتجه الفيكتور AC على الفيكتور AB، وبيساوي VC بالنسبة ل A بتساوي أوميجا في ال AC، وال VB relative to A بتساوي الأوميجا في ال AB. طبعا اللينك AB بيلف لأن B وC على نفس اللينك، واللينك بيدور بسرعة زاوية واحدة هي الأوميجا، هنشيل الأوميجا مع الأوميجا. إذا VC relative to A على ال VB بالنسبة ل A بيساوي ال AC على ال AB. إذا نوصل من هنا إن سرعة أي نقطة على اللينك بالنسبة لنقطة أخرى هي عبارة عن متجه عمودي على اللينك، على الخط بتاع الواصل بين النقطتين بتوع اللينك، وبيكون اتجاهها في نفس اتجاه أوميجا. هنتكلم بنقول دلوقتي عن الابسوليوت اند ريلاتيف فيلوسيتي. الابسوليوت اند ريلاتيف فيلوسيتي بنقول اما نيجي نقول في بي ريلاتيف تو اي، لو احنا افترضنا ان اي نقطه متحركه فهنقول في بي ريلاتيف تو اي، نقول عليها ريلاتيف فيلوسيتي، وبرضو زي ما احنا قلنا اتجاهها عمودي على الخط الواصل بين النقطتين وفي نفس اتجاه اوميجا. لكن لو قلنا افترضنا ان نقطة A نقطة ثابتة fixed point، هنقول VB relative to A برضو هنقول قيمتها بتساوي الأوميجا في الطول AB، بس الآن نقطة A ثابتة فبيطلق عليها في هذه الحالة absolute velocity. إذن الـ absolute velocity هي الـ velocity of any point relative to a fixed point. دي اللي هي مين؟ اللي هي الابسوليوت فيلوسيتي. يبقى الابسوليوت فيلوسيتي سرعه نقطه الى نقطه اخرى
النقطة الأخرى دي سرعتها بتكون مساوية للإيه؟ للصفر. أما الريلاتيف فيلوسيتي سرعة أي نقطة بالنسبة لنقطة أخرى سرعتها لا تساوي الصفر. واصطلح على إننا بنقول إما نقول VBA يعني معناها هنا إن A ليست ثابتة يبقى ريلاتيف فيلوسيتي. لكن إحنا عندنا هنا لو افترضنا إن A ثابتة وهنقول عليها أبسوليوت يبقى هتكتب VB. VB يعني الحرف اللي هنا ده بيتشال على أساس إن سرعته بتكون مساوية للصفر. يبقى الريلاتيف فيلوسيتي بتبقى باستمرار مكونة من حرفين VB relative to A VC relative to A. أما لو افترضنا إن A ثابتة تبقى absolute velocity VB يبقى عندما هي VB relative to A برضو بس A ثابتة و VC relative to A برضو بس A ثابتة. يبقى في هذه الحالة الريلاتيف فيلوسيتي والابسوليوت فيلوسيتي الابسوليوت منسوبة إلى نقطة بتساوي الصفر. هننتقل إلى الرابينج فيلوسيتي at a pin joint. البين جوينت ديت احنا اتكلمنا معاكم قبل كده وقلنا ان البين جوينت هي عبارة عن بير البير اللي هي بتوصل بين لينكين. فبنقول لو افترضنا ان عندنا لينك اسمه OA ولينك اسمه OB. OA بيلف بأوميجا واحد مع عقارب الساعة وأوميجا B بيلف بأوميجا اتنين عكس عقارب الساعة. يبقى الأوميجا واحد الأنجل فيلوسيتي أوف ذا لينك OA وأوميجا اتنين الأنجل فيلوسيتي أوف ذا لينك OB. الرابينج فيلوسيتي هي إيه؟ الرابينج فيلوسيتي هي سرعة الاحتكاك حوالين المحيط بتاع البن. البن ده كل لينك بيتحرك حول البن يبقى فيه هنا احتكاك بيحدث بين اللينك وبين البن وبيحدث بين اللينك الثاني وبين البن يبقى على السيركمفيرنس بتاع البن اللي موجود يعني محيط الايه البن اللي مسمار اللي موجود عندنا هنا دي. فما يطلب مني يقول لي الرابينج فيلوسيتي خد بالك هناك كنا بنتكلم في الحلقه اللي فاتت عن الايه لينر فيلوسيتي اما هنا بنتكلم عن الرابينج فيلوسيتي. الرابينج فيلوسيتي اذا بين جوينت عند الواصله دي عند او بيكون عباره عن اوميجا 1 ناقص اوميجا 2 مضروبه في الار حيث الار هنا اللي هو ايه نصف قطر البن. بناخدها الفرق بين السرعتين الزاويتين اذا كانت اوميجا 1 واوميجا 2 في نفس الاتجاه او بنجمع نقول اوميجا 1 زائد اوميجا 2 اذا كانت اوميجا 1 في عكس اتجاه اوميجا 2 زي الحالة اللي موجودة قدامنا دلوقتي. يبقى احنا دلوقتي نفرق بين لينير فيلوسيتي اللي هي سرعة نقطة بتتحرك على لينك واللينك بيتحرك بأوميجا لكن سرعة الرابينج فيلوسيتي يبقى معناها السرعة الحادثة والناتجة حول محيط البن او حول محيط البير اللي هي موصلة بين الجزئين اللي موجودين عندنا. هنقول دلوقتي احنا عايزين نحسب الفيلوسيتيز ان سلايدر كرانك ميكانيزم. كلنا عارفين ان الشكل اللي قدامنا ده بنسميه السلايدر كرانك ميكانيزم. او اي هو الكرانك اي بي هو الكونكتنج رود وبي دي بتمثل حركه البيستون. يبقى هنا ده الكرانك الجزء ده هو الكونكتنج رود وده هو الايه البيستون. طبعا الكرانك بيعمل حركه دورانيه مستمره والكونكتنج رود هو بيوصل الحركة من الكرانك بيوصلها إلى البستون اللي بيتحرك حركة ريسبروكيتنج موشن أو حركة ترددية خطية. فاحنا بنقول دلوقتي الشكل اللي احنا رسمناه ده بنسميه السبيس دايجرام المخطط الحركي للآلية المخطط الحركي للآلية. وعاوزين نحسب فيها نرسم لي السلايدر كرانك ميكانيزم ده عاوزين نرسم له الفيلوسيتي دايجرام الفيلوسيتي دايجرام مخطط السرعة. عشان نرسم مخطط السرعة لأي آلية فبنحسب الأول السرعة الخطية الناتجة للكرانك المعلوم عندي السرعة الزاوية له. فهو هنا OA بيتحرك بسرعة زاوية مقدارها أوميجا
عكس عقارب الساعة هنا اتجاه بتاعها عكس عقارب الساعة. يبقى اللينير فيلوسيتي الـ A هي عبارة عن أوميجا في الطول اللي اسمه OA، إنه الخط عملها عمودي على OA، الاتجاه بتاعها بيكون مع نفس اتجاه أوميجا، أوميجا جاية كده عكس عقارب الساعة، يبقى ده VA بيكون برضو في مع الأوميجا يعني عكس عقارب الساعة. عشان نرسم طبعا VA ما كتبناهاش VA، هي المفروض VA relative to O but O fixed point، يبقى هنقول VA بقى نسميها absolute velocity. ليه سميناها absolute velocity؟ لأن O ثابتة يعني سرعتها بتساوي الصفر. عاوزين نرسم مضلع السرعات أو مخطط السرعات اللي موجود عندنا ده. فبنقول عشان نرسم مخطط السرعات أنا عندي النقطة الثابتة في الآلية هي O يعني سرعتها بتساوي صفر، بنختار نقطة اسمها O تمثل النقاط اللي سرعتها بتساوي الصفر في الآلية. أنا عندي O اللي سرعتها بتساوي صفر، فهقول هنا يبقى O أحطها الجزء ده وأسمي النقطة دي البول، المركز اللي هبدأ منه أو القطب اللي هبدأ أرسم منه مضلع السرعات أو مخطط السرعات. طبعا انا عندي حسبت الاول اللينير فيلوسيتي بتاعت الاي، اوميجا معلومه، الطول معلوم بتاع او اي، هاخد متجه عمودي على او اي، هاخد نقطه او ارسمها، اختار نقطه او في اي مكان، وبعدين اجيب قيمه السرعه اللي حصلت عليها اللي هي حاصل ضرب اوميجا في الطول او اي اللي هتطلع بالمتر بير سكند او سنتيمتر بير سكند على حسب اليونتس اللي عندك، وبعدين اخد سكيل طلعت القيمة ديت مقدارها 100 متر على السكند، يبقى في هذه الحالة هقول مثلا ان هو 1:10 لسكيل بتاع المخطط السرعات، واقسم السرعة اللي طلعت عندي دي على 10 وارسم الطول ده هو اللي موجود عندي، اقول 100 × 10 تساوي 10، وارسم الخط ده المتجه ده. هرسم المتجه ده ازاي؟ هرسم المتجه ده موازي للعمودي على OA يعني موازي للمتجه ده VA، اهو شوف ده VA، يبقى هاخد الخط ده موازي للمتجه ده، يبقى OA الفيكتور ده موازي للمتجه اللي انا خدته موازي ده. طبعا احنا رسمنا الاول الآلية بسكيل، يبقى ده بالسكيل للمخطط الحركي او للآلية رسمناها بسكيل ده، والسكيل ده غير السكيل بتاع مخطط السرعات، يعني كل واحد بنرسمه بسكيل غير الاخر، ده بنختار له مقياس رسمه على حسب الابعاد اللي مديها لي، وهنشوف الكلام ده في المثال اللي جاي، وبعدين نختار مقياس رسم بناء على مقدار السرعه اللي انا حصلت عليها الاول، وبعدين ارسم المتجه ده. يبقى انا رسمت ايه؟ خدت المتجه اللي اسمه او اي موازي للخط العمودي على او اي، او اي طوله استنتجته من بناء على قيمة السرعة اللي أنا استنتجتها هنا في القيمة اللي موجودة معايا دي، يبقى دي O A. وبعدين حاجة أقول له V B relative to A، يبقى أنا جبت سرعة A عاوز أجيب سرعة B، V B relative to A، A في عندنا قيمتها لا تساوي الصفر تبقى relative velocity، يبقى V A absolute velocity، أما V B relative to A، A لا تساوي الصفر يبقى هي relative velocity. ال VBA قلنا بنسميها كمتجه AB، فهنقول وبيكون ايه؟ وبيكون خط عمل هذه السرعة عمودي على اللينك، اهو شوف VB بالنسبة ليه عمودي على اللينك، طبعا عمودي من اي نقطة على اللينك، كل الاعمدة على اللينك بيكون موزعة لبعضها، يبقى معنى ذلك حاجة من ال VB بالنسبة لايه؟ مين اللي معلوم في النقطتين دول في مخطط السرعة؟ انا رسمت OA، يبقى او اي نقطة ايه هي اللي معلومة؟ اجي من نقطة ايه اللي معلومة واخد متجه موازي للعمودي على اي بي، موازي للعمودي على اي بي، او خدته هنا موازي للعمودي على اي بي، واخد الخط اللي موجود معايا ده. نقول ده الخط ده بيمثل، الخط ده بيمثل في بي بالنسبة لايه؟ لكن انا لسه رسمت خط كده ما كملتوش، ما قفلتش المخطط اللي موجود عندي. هقول له طب مال في بي، في بي اللي هو المكبس ده بيتحرك ايه؟ حركه خطيه،
بيتحرك بالنسبة للثابت. حاجة أقول له يبقى في بي يبقى منسوبة لمين؟ للثابت اللي هو أو اللي هو سرعته بتساوي صفر. أجي من الصفر هنا وأخد خط ممثل المتجه بتاع في بي. الفي بي الخط الأولاني اللي أنا كنت راسمه في بي ريلاتيف تو أو مع في بي الاثنين يتقاطعوا في نقطة اسمها بي، يبقى ده في بي ريلاتيف تو أي كمتجه أي بي، وهنا في بي ريلاتيف تو أو تبقى أو بي. طبعا في أي أبسوليوت فيلوستي، في بي أبسوليوت فيلوستي، وبيبدأوا الاثنين من صفر لأنها في أي منسوبة للأو، في بي منسوبة للأو، لكن في بي بالنسبة لأي دي ريلاتيف فيلوستي لأن سرعة بي منسوبة للأي اللي سرعتها لا تساوي الصفر. يبقى احنا دلوقتي دي كان شرح للطريقة العامة لإزاي بنرسم مخطط السرعة. طيب الكلام ده هو إزاي نطبقه على أمثلة علشان نقدر احنا نشوف الكلام ده ونعرف نفهمه أكتر. فهنقول مع بعض، أدي مثال رقم واحد: The mechanism shown in figure has a crank، طول الكرانك خمس كرانك ده طوله 50 مليمتر، which rotates بيدور بعدد لفات مقداره 2000 revolution per minute، بيدور بعدد لفات مقداره 2000 لفة في الدقيقة. Determine the velocity of the piston، عايز سرعة البيستون. For the piston shown في الايه في for the position shown في الوضع اللي هو ايه قدامنا ده. Also determine اوجد ايضا the angular velocity of link AB، اوجد السرعة الزاوية للينك اي بي حول اي. يبقى ده نفس الشكل اللي انا كنت شرحته من شوية، ده السلايدر كرانك ميكانيزم، في طول الكرانك بيساوي 50 مليمتر، وفي طول الاي بي في طول الاي بي بيساوي 90 مليمتر، وهو بيصنع الكرانك بيصنع زاوية 30 درجة مع الخط الافقي اللي موجود معايا ده، وبيدور ب 2000 لفة في الدقيقة. شوف الاتجاه بتاعه، اتجاه دوران عامله لي هنا، وبيدور عكس عقارب الساعة، عكس عقارب الساعة. يبقى ده المخطط اللي موجود معايا. بأول حاجة عشان نجيب المطلوب اللي احنا عايزين نحسبه، لازم نعمل ايه؟ لازم نرسم المخطط اللي موجود معايا، نرسم المخطط اللي موجود معايا ده اللي بنسميه المخطط الحركي او السبيس ديجرام، نرسمه بسكيل. هو ده طوله 50 مليمتر، ناخده كام السكيل بتاعه؟ الواحد سنتيمتر بيمثل 50 1 ل 10، نقسم ال 50 ديت على ال 10 يبقى الواحد سنتيمتر بيساوي 10 مليمتر. اروح اقسم ال 50 ديت على ال 10 يطلع ده طوله 5. يبقى اول حاجه نعمل ايه يا شباب؟ اخد الخط الافقي ده، وبعدين أقيس 30 درجة، أرسم الخط ده طوله كام؟ 5. وبعدين أركز في نقطة A وأفتح البرجة، الفتحة بتساوي هقسم 90 على كام؟ على المقياس الرسم اللي هو 10، يبقى ده طوله 9. أركز في هنا وأفتح البرجة، الفتحة بتساوي 9، أرسم قوس كده يتقاطع مع الخط أوفي في نقطة A B، أوصل A B ويطلع عندي الشكل اللي موجود قدامي ده. هقول مره تاني، اول طريقه الرسم ارسم الخط الافقي، احدد عليه نقطه او في اي مكان على الخط الافقي. انا عندي الطول ده 50، خدت مقياس رسم 1 ل 10، اقسم ال 50 على 10 يطلع 5، اقيس زاويه 30 واخد الخط ده طوله 5، بيميل على الافق بزاويه 30. اركز في ايه؟ بفتحة بتساوي كام؟ أنا عندي ده 90، أقسمه على مقياس الرسم اللي هو 10، يبقى 90 10 ف9، أفتح البرجة الفتحة بتساوي 9 سنتيمتر، وأروح أركز في إيه؟ 9 سنتيمتر، وأروح واخد قوس هنا نقطة، يعني النقطة دي نقطة تقاطع مع الأفق، أوصل إيه بي؟ يبقى رسمت الآلية اللي موجودة معايا بسكيل مقياس رسم 1 سنتيمتر بيمثل 10 مليمتر، كل واحد سنتيمتر بيمثل 10 مليمتر من الطول. عاوزين نرسم مخطط السرعات. كل مرة ما ارسم مخطط السرعات استنتج اللينير فيلوستي،
انا عندي مديني عدد اللفات بيساوي 2000، يبقى السنتج الاول اوميجا اللي هي الانجولار فيلوسيتي بتاعت الكرانك اللي موجود معايا، الاوميجا بتساوي 2 باي ان على 60، كلنا عارفين 2 باي في 2000 اللي هو عدد اللفات اللي مداله على 60، اطلع قيمه الاوميجا السرعه الزاويه للكرانك اللي موجود معايا، بتطلع قيمتها بالريديانس بير سكند. عاوز اجيب اللينير فيلوسيتي للايه؟ اما نقول في اي منسوبه لمين؟ لاو، بط او فيكسد بوينت، يبقى دي ريلاتيف فيلوسيتي. في اي ما بنغلطش فيها، تساوي الاوميجا في الطول، اوميجا في الار، اوميجا في الراديوس، اوميجا محسوبه. الطول عندي اهو 50 ملم، هاخده بقسمه على 100 علشان نحوله المتر، يبقى في 5 من 100 يبقى بيساوي 10.47 متر على السكند، حسبت قيمه الايه؟ السرعه الخطيه. طالما بحسب قيمة سرعة خطية يبقى مباشرة اقدر ارسم مخطط السرعات. هختار بناء على القيمة ديت، هختار مقياس الرسم. هي هنا كويس ان هي 10، ممكن ارسمها مقياس رسم 1 سنتيمتر الواحد، يعني ممكن ارسم بالطول بتاع المتجه بنفس القيمة ديت لو خدت مقياس رسم 1:1. لو اللي كانت عاوز اقلل المسافة دي شوية اخد 1:5، اقسمه 10 على 5، اقسمه 2، وهكذا. اجي اعمل ايه بعد كده؟ بحدد نقطة O اللي هي البول اللي بيمثل النقط اللي سرعتها بتساوي الصفر. ادي في اي مكان في الورقة معاك، بس غالبا بنختاره في نص الورقة عشان ما يبقاش في المضلع جزء منه يطلع خارج الورقة، بنحط في نص الورقة كده. يبقى O. ما ينفعش ارسم الاليه دي في صفحه ومخطط السرعات ده في صفحه ثانيه، لا، يترسموا الاثنين في نفس الصفحه، لانك بتاخد المتجهات ديت موازيه للخطوط العموديه على اللينكس. يبقى ما ينفعش في كتير من الشباب يروح راسم ده في صفحه ويرسم ده في صفحه ثانيه، ما ينفعش الكلام ده، لانك انت بتاخد ده المتجهات دي بتكون موازيه للاعمده على اللينكس، يبقى لازم تكون مرسوم معاها في نفس الايه؟ الصفحه. واحنا بنفضل ان انت ترسمه في صفحه لوحده كده، الاليه فوق وتحت منها الايه؟ مخطط السرعات. نيجي نقول اخترنا او اللي هي بتمثل البول او بتمثل النقط اللي سرعتها بتساوي صفر في الاليه. انا عندي الاليه نقطه او ثابته، يبقى معناها هي دي او هي اللي ثابته. عندي في اي اللي هي الابسولوت فيلوسيتي بيكون خط عملها عمودي على اللينك ومع نفس اتجاه اوميجا، اوميجا انا اهي مع عكس عقارب الساعه، يبقى هتبقى كده اهو. بص اخد خط عمودي كده، اخد خط عمودي هنا كده اهو، اقيس خط عمودي على اللينك او اي، واخد او اي متجه او اي ده هو موازي لمين؟ موازي للعمودي على او اي، يبقى هنا او متجه او اي موازي للعمودي على او اي، تاخد خط عمودي على او اي وتاخد له موازي من نقطة O تاخد O. طب طوله كام ده؟ أنا خدته سكيل 1:1، يبقى طوله هو نفس الطول 10 بوينت، ناخد 10.5 مثلا، نطلع الطول اللي موجود معانا ده، يبقى جبنا المتجه اللي بيمثل VA، وطالما هو بادئ من الصفر يبقى هو سرعة إيه؟ خطية absolute velocity، سرعة مطلقة. طيب أنا حاجة أقول VB بالنسبة للإيه؟ هقول VB relative to A. في بي ريلاتيف تو ايه؟ انا عندي ايه ما سرعتها لا تساوي الصفر، يبقى ديت سرعه نسبيه. في بي ريلاتيف تو ايه؟ اقول في بي ريلاتيف تو ايه؟ انا عندي ايه معلومه قيمتها معلومه. طب في بي ريلاتيف تو ايه خط عملها فين؟ قلت لكم السرعات باستمرار خطوط العمل عموديه على اللينك، يبقى ده هاخد عمودي على اللينك ده، عمودي عليه اهو، اخد هنا عمود ارسم اول هنا عمودي عليه، واجي اخد المتجه ده موازي للعمود على مين؟ على اي بي. يبقى يا شباب اي بي ده اي بي موازي لمين؟ للعمود على اللينك اي بي، يبقى اخد هنا عمود على اللينك اي بي واخد ده موازي ليه. ارسمه منين؟ من نقطه ايه؟ اجي من نقطه ده اروح خط كده يمثل المتجه اي بي غير محدد الطول، برسمه كده واسيبه. ارجع اقول له بس انا عارف ان الاول انا رسمت اهو او اي، رسمته الاول وبعدين جيت انا اشوف خطوه الاولانيه اهو او اي، ده او اي ده موازي للعمودي على او اي. طيب الثاني ده اهو الخطوه ده الخطوه الاولانيه، الخطوه الثانيه خط ده موازي للعمودي على اي بي.
طب وبعد كده الخطوه الثالثه والاخيره، بعد الخطوه الاولى رسمت او اي، الخطوه الثانيه رسمت من اي، رسمت موازي للعمود على اي بي. الخطوه الثالثه انا عارف ان البي البستون بيتحرك حركه خطيه بالنسبه للثابت يعني سرعه مطلقه، اجي من او واروح رسم خط هنا يمثل المتجه او بي، يبقى فانا مضلع السرعات والفلوس ديجرام او مخطط السرعات. ده رسمناه، يبقى خلصنا الجزء اللي موجود معاه. فيه او اي بيمثل في اي، وفيه اي بي بيمثل في بي ريلاتيف لاي، وفيه بي متجه او بي بيمثل سرعه بي. طبعا دي سرعه ابسوليوت، ديت ابسوليوت، ديت ريلاتيف، دي ابسوليوت لانها منسوبه للصفر، دي منسوبه للصفر، ديت اللي موجوده معايا بي منسوبه للاي، اي لا تساوي الصفر، اذا هي سرعه نسبيه ريلاتيف فيلوسيتي. تعالوا نبص كده، عاوزين نجيب سرعة المكبس. هو بيقول لي أول سرعة مين؟ البستون. مين اللي بيمثل سرعة البستون؟ أهو بص معايا البستون أهو بي، أجي أروح واخد الفيكتور اللي اسمه أو بي، أهو أو بي، أقيس الخط ده وأروح طلع قيسته طلع يبقى 7 متر بير سكند. لو أنت راسم بسكيل غير مش واحد لواحد تضرب في السكيل بقى، يعني لو أنت راسم 1 لـ10 تاخد تقيس القيمة دي اللي هو المتجه ده وتضربه في قيمة السكيل اللي انت راسم بيه مضلع السرعات او مخطط السرعات. يبقى لكن انا راسم هنا السكيل 1 لـ1 يبقى باخد القيمة دي طلعت 7، حطيتها 7 أو 7 من 10، يبقى نقول 7 متر على السكند اللي موجود معايا زي ما تطلع القيمة بتاعتها. رجع قال لي انا الاول انا عاوز سرعة البيستو، ورجع قال لي ايه؟ اوجد الانجولار فيلوستي، السرعة الزاوية لي بي بالنسبه لايه؟ للكونكتنج رود. فما يقول اوجد السرعه الزاويه للكونكتنج رود، فهقول له في بي بالنسبه لايه؟ لازم انا اجيب السرعه الاول بتاع في بي بالنسبه لايه؟ فين المتجه اللي بيمثل في بي بالنسبه لايه؟ ادي المتجه اللي بيمثل في بي اللي هو الاي بي، اللي هو اي بي. اقيسه، لو كنت واخد سكيل غير واحد اضرب في السكيل اجيب القيمه بتاعته. انا هنا 1 لـ1 في بي اي طلع قيمته ده 9.2 متر على السكند. يبقى طلعت في بي بالنسبه لايه؟ انا عارف ان الاوميجا بتساوي السرعه الخطيه على الطول، لان احنا عارفين ان السرعه الخطيه بتساوي الاوميجا في الطول. يبقى لما اكون عاوز السرعه الزاويه بجيب قيمه السرعه الخطيه واقسمها على الطول. يبقى جبنا السرعه اهيت، قسنا القيمه ديت وضربناها في السكيل، السكيل عندي 1 لـ1 طلعت القيمه بتاعتها، قسمتها على الطول. الطول الاي بي الطول الحقيقي مش الطول في الرسم، الطول الحقيقي انت ده طوله كام؟ 90، قسمت اهو من المتر عملته 9 من 100، جبت الاوميجا دي. طب انا عايز دلوقتي ليه قلت كلوك وايز؟ لان انا هاخد المتجه ده، هاخد المتجه اللي موجود معايا ده واحطه هنا، ارجعه هنا كده. اما ارجعه هنا يبقى السهم ده رايح لفين؟ السهم ده طالع لفوق، السهم ده طالع لفوق كده، طالع لفوق اللي هنا. يبقى بيكون السهم طالع لفوق، هقول في بي بالنسبه لايه؟ بلفف بي حول ايه مع نفس اتجاه السهم. يبقى هطلع البي دي اطلعها لفين؟ لفوق. شوف السهم طالع اهو لفوق، اخد بي ديت وبعدين احركها لفوق كده، يبقى هتلف حول ايه؟ لا مع مين هتلف؟ فين؟ مع الكلوك وايز اهو، بص مع الكلوك وايز هتلف كده. ليه قلت كده؟ لان ده السهم طالع لفوق، بس السهم طالع لفوق كده هلف، هتخيل ان الايه ثابته والفف بيه حول الايه مع نفس اتجاه المتجه ده، يبقى هلفف بيه حول الايه اهو، هلفف بيه حول الايه كده، يبقى ملفف كده اهو، يبقى ده ايه؟ كلوك وايز دايركشن. هنروح دلوقتي للمثال رقم 2 وبعدين نقرا المثال مع بعض. بيقول لي فايند ذا انجولار فيلوستي اوف ذا اوتبوت لينك، اوجد سرعه اللينك بتاع الخارج الموضح في الشكل قدامنا ده. اذا كان الانبوت بيدور بسرعة ثابتة مقدارها 500 ريفوليوشن بير مينيت، انا عندي الشكل ده بيوضح 4 بار ميكانيزم A B C D، فيه طبعا كل من A و D فيكسد. الانبوت لينك هو ال A B، A البي سي طوله 2.5 متر بيمثل الكونكتنج لينك او كابلر، الدي سي بيمثل الدريفن او عضو الخرج اللي موجود معايا اللي هو اسمه الدي سي. الاطوال كلها موجوده، وهو هنا
حطيت لي اوميجا واحد بتاع اللينك اي بي وبيدور في اتجاه عامل السهم هو بيدور في اتجاه عكس عقارب الساعة. عاوز هو ايه؟ طالب مني الانجل اوف لوس اوف ذا اوت بوت لينك، يعني عاوز الاوميجا لللينك اللي اسمه دي سي اللي هو يمثل عضو الايه الاوت بوت او الخارج اللي موجود عندنا. بسيطة مسألة خالص. فبنقول اول حاجة انا عندي الشكل اهوت، طبعا على طول زي ما احنا عرفنا في المثال اللي فات استنتج السرعة الزاوية للاوميجا واحد 2 باي ان على 60 اجيب قيمة اوميجا، ادي اجيب اللينر فلوسي لبي في بي بتساوي الاوميجا في الطول، عندي الاوميجا واحد حسبتها، الاي بي طوله معلوم اللي هو 1 متر، طلعنا اللينر فلوسي للجزء ده. هبدأ اختار سكيل وبعدين بناء على السكيل ابدا ارسم الفلوسي دايجرام. عندي كل من الاي والدي فيكسد بوينت، يبقى طبعا هقول ادي اي فيكسد، ادي اول خطوه احط اي، في بي الفي بي فيكتور ده موازي للعمود على اي بي، اخد خط هنا موازي عمودي على اي بي، اجي من نقطه اي سمول اللي سمول ليترز واخد المتجه في بي. رسمته كده ليه؟ لان مع العمود كده ومع نفس اتجاه مين؟ الاوميجا. ادي اول خطوه. تاني خطوه بنقول في سي بتساوي الفي بي زائد في سي ريلاتيف تو بي. فهنقول في اما اقول في سي بتساوي يعني في دي في طرف، يبقى دي هي المحصله، يعني في سي بيساوي في بي زائد في سي ريلاتيف تو بي. انا عندي في سي ريلاتيف تو بي دي سرعه ريلاتيف فيلوسيتي، طبعا قيمتها او خط عملها موازي، خط عملها بيكون عمودي على البي سي، عمودي على البي سي، يبقى حاجه من المعلوم اللي هي بي واخد خط اهو موازي للعمودي على بي سي، يعني ده اهو ده موازي للعمودي على البي سي. اخدته من بي وسبته غير محدد الطول، وده هنقول عليه اللاين اوف سي، السي لاين او على هذا الخط سوف تقع سي. بعد كده باخد في سي، في سي بالنسبه للدي قلنا دي فيكسد بوينت، يبقى في سي بالنسبه للدي ابسولوت فيلوسيتي. انا عندي دي فيكسد واي فيكسد الاثنين بينطبقوا على بعض اي ودي، اجي من النقطه اللي هي الاي اللي هي الفيكسد اللي هي اي والدي يعني لانه الاثنين ثابتين، واخد موازي ده للعمود على الدي سي، موازي العمود على الدي سي، اخد موازي العمود ده واقول عليه برضه لاين اوف سي، يبقى عندي لاين اوف سي جاي من بي ولاين اوف سي جاي من الدي او من الاي، اثنين يتقاطعوا في مين؟ في سي. خلاص انتهت المساله. اجي اروح قايس، عاوز انا هو بيقول اوجد الايه، اوجد السرعه الزاويه لعضو الخارج اللي هو الدي سي، اجي للدي سي او فين اللي بيمثله؟ ادي المتجه اللي اسمه في في سي، طبعا انا بقولها في سي بس لان الدي فيكس، اخد قيمته من قيمه المتجه واضربها في مقياس الرسم اطلع قيمه اللينر فيلوسيتي بتاعت سي. الاوميجا بتساوي السرعه الخطيه اللي انا جبتها حسبتها مقسومه على الطول، طوله 7 من 10، اقدر اجيب القيمة الاوميجا للدي سي. عاوز احدد الاتجاه، شوف هنا ادي ادي الجزء اللي موجود معايا اهو، ادي الايه الدي سي، ادي الدي سي اهو ارجعه هنا، يبقى اتجاه السهم رايح ناحيه الشمال، ادور سي حول الدي مع نفس اتجاه السهم، شوف السهم هنا اهو، السهم هنا اهو رايح جهه اليسار، بتخيل ان المتجه ده اتوضع فوق الدي سي كده والسهم بتاعه برضه زي هنا، هيبقى معنى ذلك دي ثابته، يبقى بتخيل ان سي بتلف حول الدي مع نفس اتجاه السهم ده، يبقى هتبقى في الانتي كلوك وايز دايركشن. افتكر مثال سهل، ننتقل بعد ذلك الى المثال اللي بعد كده، هنقول المثال رقم 3. بنشوف المثال مع بعض، بيقول لي عندي الكرانك اند كونكتنج رود اوف ثيوريتيكال ستيم انجن، بيقول لي عندي محرك بخاري فيه كرانك طوله نص متر وفي كونكتنج رود طوله 2 متر. الكرانك بيلف بعدد لفات مقداره 180 لفه في الدقيقه في اتجاه الايه؟ اتجاه عقارب الساعه. لكن بيقول لي لما بيلف الوضع اللي احنا هنشتغل عليه وين لما عمود الكرانك بيلف 45 درجه فروم الانر ديت سنتر بوزيشن. الاول يعني ايه الانر ديت سنتر بوزيشن؟ الانر ديت سنتر بوزيشن هو
الوضع اللي بيكون فيه ذراع التوصيل على استقامة الكرنك وبيكون المحرك في وضع أفقي، يبقى بنرسمه في وضع أفقي وبيكون الاثنين على استقامة واحدة، ده اسمه ايه؟ الانر ديد سنتر. طيب اوجد الفيلوسيتي اوف بيستون، سرعة الايه؟ البيستون. عاوز الانجولار فيلوسيتي ليه ذراع التوصيل، عاوز سرعة الاي، سرعة الاي على كونكتنج رود اللي بتبعد مسافة 1.5 عن الجاج جنبين. يعني ايه الجاج جنبين؟ هي الجوينت اللي بتربط ذراع التوصيل مع المجلس. طيب عاوز الفيلوسيتي اوف رابنج، عاوز سرعة الاحتكاك على البينز، على البينز يعني على الجوينت اللي بتاعت الكرانك شافت وبتاعت الكرانك بين وبتاعت الكروس هيد. الكروس هيد برضو هي النقطة اللي برضو اللي بتوصل برضو ذراع التوصيل برضو مع المكبس. ومديني اختار البنز اهي، ادي 50 و60 و30. نشوف في المسألة ديت او المثال اللي قدامنا ده ناخد بالنا، هو نفس زي المثال بتاع الايه، المثال زي المثال رقم واحد، بس هنا في المثال ده مش رسم المسألة. في المثال الاولاني كان الرسم موجود، هنا انا مطلوب مني يعني ما تجيلي المسألة ديت، يعني معناها انا مطلوب مني ان انا ارى المسألة وحق وارسم الرسم. فهو بيقول لي هنا الاثنين كانوا في الانر ديد سنتر، شوف هتقول لي هنا ايد سنتر، انر ديد سنتر واوتر ديد سنتر. الانر ديد سنتر اما كان الكرانك ده هو في الوضع الافقي لغاية هنا كده، وكان ذراع التوصيل ده ماشي للاخر، يبقى ده اسمه ايه؟ الانر ديد سنتر. طب لو انطبق ذراع التوصيل مع عمود الكرانك هنسميه الاوتر ديد سنتر، وطبعا المحرك في وضع ايه؟ افقي. فانا ما يقول لي بقى لف 45 درجة طبعا مع عقارب الساعة من الوضع الانر ديد سنتر، يبقى انا حاجي من الوضع الافقي يعني من الخط الافقي اقيس 45 اهو مع عقارب الساعة، اخد الطول ده او اختار له سكيل المخطط الحركي، وبعدين ارسم بي، اركز في بي زي ما قلنا الكلام ده قبل كده، واركز في بي فتحه بتساوي الاثنين متر، او برسم لا باخد سكيل طبعا واخد قوس اتقاطع مع الخط في بي، يبقى هنيجي نرسم الايه الشكل بتاع السلايدر كرانك ميكانيزم او الستيم انجن. رسمنا المخطط الحركي ده، بعد كده عاوزين نرسم البوست ديجرام نفس الطريقه احنا خدناها قبل كده في المثال الاولاني وشرحناها. هقول بسرعة، هنقول الاو فيكسد، حطينا الاو للبول سرعته بتساوي صفر، انا عندي جبت حاسب الاوميجا للكرانك 2 باي ان على 60. هقول الفيلوسيتي اوف بي، الفيلوسيتي اوف بي بتساوي الاوميجا في الطول او بي، الاوميجا في الطول او بي جبنا قيمتها، هاخد موازي لين عمودي على او بي وفي نفس اتجاه اوميجا، اوميجا بيقول لي مع عقارب الساعة عندي طالعة لفوق كده، طالعة لفوق كده، اخد الاو بي. عندي في بي بتساوي في بي زائد في بي ريلاف تو بي، نفس الكلام حاجة من بي المعلومة عندي، واخد موازي للعمود على الكرانك اهو، يبقى الخط ده موازي للعمود على الكرانك اهو، موازي للعمود هنا. عندي المكبس بيتحرك افقي، المكبس بيتحرك افق، يبقى الخط ده اللي هو لاين اوف بي، وهنا الخط ده المتجه ده الموازي لحركة المكبس يتقاطع في بي. رسمت الفيلوسيتي دايجرام خلاص، وقلناها قبل كده واحنا عرفنا نرسمه بسرعه بتاع السلايدر كرانك ميكانيزم. برضو بيقول لي هنا اوجد سرعه المكبس، خلاص سرعه المكبس ايه اللي بيمثل سرعه المكبس؟ بي، يبقى حاجه اخد او بي، او بي في الفيلوسيتي دايجرام وبضربها في السكيل اطلع قيمه الفي بي اللي موجوده عندي بتمثل سرعه المكبس. عاوزين نجيب الانجولار فيلوسيتي اوف كونكتنج رود، يبقى هقول نفس الكلام الاوميجا بتساوي السرعه الخطيه لينر فيلوسيتي مقسومه على اللينث على الطول. هقول نقول الكونكتنج رود هنا بيمثله مين؟ في بي ريلاتيف تو بي، اجيب قيمتها من مضلع السرعات في بي ريلاتيف تو بي اللي هي المسافه دي بي بي اللي هي ديت، طبعا بضربها في السكيل واقدر اجيب الفي بي ريلاتيف تو بي، جبت قيمتها. انا عندي البي بي اللي هي اللينث، البي بي ما تبقى كابيتال ليترز دي يعني معناها من المخطط الحركي، اما لو القيم دي مكتوبه سمول تبقى معناها من مخطط السرعات. هقسم اللينر فيلوسيتي على اللينث اقدر اجيب الاوميجا اللي موجوده
معايا الجزء ده. عاوزين نحدد الدايركشن. اجي انا هنا بص معايا من بي للبي، من بي للبي، هقول انا بقول ايه، في بي هي المحصله، يبقى بص في بي هي المحصله، يعني الاثنين التانيين دي طالعه كده ودي بتقابلها كده، يبقى ده هو المحصله، يعني معناها ان ده السهم ده مع نفس اتجاه السهم ده، شوف دي مع دي ماشيين كده، هو البي والفي بي تساوي الفي بي زائد في بي ريلاتيف تو بي، يبقى ده هو المحصله اللي موجوده معايا. اهو السهم هنا اخد ده، ده بيمثل مين؟ ده موازي للعمودي على ذراع التوصيل ده اهو، ونازل لتحت كده. يبقى حاجه هنا هقول مين السهم نازل لتحت، هتخيل ان بي بتلف حول بي مع نفس اتجاه السهم، يعني بتلف كده 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 كده، يبقى معناه بص اهي بتلف كده ايه، يبقى معنى ذلك ان انت كلوك وايز دايركشن. ده زي المثال رقم واحد. هنيجي بقى للايه، للنقط الجديده في المثال ده. بيقول انا عايز velocity of point E، عايز سرعة E، حيث E دي بتبعد 1.5 اهي، E بتبعد 1.5 متر عن نقطة البي اللي موجودة معايا، يعني المسافة اللي قلنا لغاية هنا 1.5. خلاص انا عايز اجيب سرعة E، هقول له على طول ايه، خدوا بالكم معايا، هقول بص معايا الحروف دي اما تبقى كابيتال لترز، يعني معناها ان احنا بنقيس على المخطط الحركة على الآلية نفسها، هقول بي اي طول ده على بي بي كل معلوم، البي اي انا عارفه، ما هو المسافه ديت 1.5 يبقى ديت نص، طيب والبي بي بي انا عارفه مع قيمته معروفه، يبقى الطول ده معلوم والطول ده معلوم، ده ايه معناها من الاليه لان كابيتال ليترز، هنا سمول ليترز بي اي نفس الكلام ده بس سمول، يبقى ده يبقى الحد الاولاني او الطرف اليسار من الاليه اطوال الاليه، والطرف اليمين ده من مضلع السرعات. بي اي بي اي دي مش عارف، ما ده انا عايز اسدك ايه هنا، طب البي بي انا عارفها يعني مضلع السرعات اهي بي بي، اجي احط اقيس بي بي ديت من مضلع السرعات طلع قد ايه، هحط الطول ده معلوم الطول ده معلوم، ودي استها البي بي دي استها منين، من مضلع السرعات اللي هي المسافه دي من بي للبي، اقدر احسب البي اي اجيب اعوض فيها اجيب البي اي، هجيب البي اي اشوفه طلع كام، اروح حاطط النقطه دهيت حدد اي اهي، يبقى حددت اي، اوصل من الاو للاي، اوصل من الاو للاي، اقيس الطول بتاعه اهو او اي او اي، اوصلت من الاو للاي، يبقى ده بيمثل سرعه مين، سرعه النقطه اي. اذا لما يقول لي اوجد سرعه اي نقطه، سرعه اي نقطه موجوده على ذراعي بجيبها كنسبة وتناسب، نسبة وتناسب بالنسبة للأطوال، نسبة وتناسب بالنسبة للأطوال اللي موجودة معايا. طبعا لو عايز أجيب جي أنا بقى المفروض أنت تحسب جي بقى، هيقول لك جي دي تبعد مسافة قد إيه، تقدر أنت تجيب لو إداك الطول بتاعها تقدر أنت تحدد جي، وقال لك أوجد جي تبقى هتقول أو جي. لاحظ إن دي كلها أبسوليوت فيلوسي لأنها منسوبة إلى النقطة سرعتها بتساوي صفر. هننتقل بكم إلى الفيلوسي أوف رابينج، سرعة الاحتكاك، خد بالك اما يقول لك الرابنج فيلوستي المقصود بها الاحتكاك حول الجوينتس اللي موجوده، الاحتكاك حول الجوينتس اللي موجود. انا عندي هنا كام جوينت في السلايدر كرانك ميكانيزم او الستيم انجن، ادي واحد وادي اثنين وادي ثلاث الجوينت دول، يبقى هنا عندي الاو كرانك شافت، هنا كرانك البن بتاع الكرانك شافت، وهنا البن بتاع الكرانك اللي هو بيوصل بين ذراع التوصيل وبين الايه وبين الكرانك اللي هو المرفق، وهنا البي اللي احنا قلنا عليها قبل كده اللي جورجون بين اللي هي بتوصل او كروس هيد اللي هي بتصل ذراع التوصيل مع المكبس اللي موجود معايا. يبقى انا عندي كام وصله هنا اللي هم التيرنينج، يعني كام وصله عندي ثلاث اهي، البن اللي هنا سميناها كرانك ايه شافت، البن اللي هنا سميناها كرانك بين، البن اللي هنا سميناها ايه سميناها الكروس هيد او الجرجون بين اللي موجوده معايا. هو مديني في المساله الاقطار بتاعت البنز ده وبتاعت البنز ده وبتاعت البنز ده زي ما قلت قبل كده، فبنقول ان احنا عند انا هو مديني القطر هنا القطر البنز اللي هنا 50 مليمتر، يبقى الدي او بتساوي 5 من 100 متر، الديامتر عند البي مديهولي 60 يبقى 3 من 100 مليمتر. نكمل مع بعض، هنيجي نقول انا عارف ان الرابنج فيلوستي الرابنج فيلوستي بتساوي الاوميجا زائد الاوميجا في الار، حيث الار الراديوس اوف بين،
الراديوس اوف بن، وقلت اذا كانوا في اتجاه واحد نقول الاوميجا ناقص الاوميجا، لو كانوا عكس بعض بنجمع الاوميجا زائد الاوميجا. طب تعالوا نشوف كده الرابنج فيلوستي ات بن اوف كرانك. هقول الاول، هقول از رابنج اوف بن اوف كرانك شافت، هقول اقسم اجيب نص القطر اللي هو 5 مية على 2 في الاوميجا. الاوميجا بتاعت مين ديت يا شباب؟ الاوميجا بتاعت الكرانك. نرجع كده هنقول الاوميجا بتاعت مين؟ بتاعت الكرانك. نرجع كده شوف كده، بص معايا، هقول هنا الاوميجا، بص معايا كده هقول ايه، ادي الاوميجا بتاعت الكرانك اهي، الاوميجا الاولانيه خالص قيمتها ايه؟ معروفه عندنا قيمتها معروفه. طيب انا خدت اوميجا بتاعت الكرانك ليه؟ لان هو هنا الكرانك بيدور حول او، هي اوميجا واحده، يبقى لما يكون اوميجا واحده باخد الاوميجا دي تضربها في نص قطر الايه؟ البنزين اللي موجود معايا، يبقى الاوميجا بتاعت ده مضربه في نص قطر الايه؟ البنزين اللي موجود معايا. يبقى انا خدت الايه؟ الاوميجا هنا. عاوز اجيب الرابنج اد بين اوف كرانك، هنقول بتاعت البين اوف كرانك، البين اوف كرانك بتاعت البين اوف كرانك، نشوف كده بتاعت البين اوف كرانك، ادي البين اوف كرانك هنا دي، لا ده هنا دي ليه اوميجا وده ليه اوميجا، دول بيدوروا عكس بعض، الاوميجا ديت والاوميجا ديت والاوميجا ديت عكس بعض، يبقى ناخد ايه؟ اوميجا بتاعت الكرانك، اوميجا بتاعت الايه؟ الكونكتنج رود. يبقى هنيجي هنقول يبقى خد بالك، يعني اوميجا بتاعت الكرانك، اوميجا بتاعت الكونكتنج رود. شفنا ديت الاوميجا بتاعت الكرانك كانت انتي كلوك وايز دايركشن، اما الاوميجا بتاعت الكرانك كانت في مع عقارب الساعه، اما الاوميجا بتاعت الكونكتنج رود كانت مع، كانت عكس عقارب الساعة اهو. يبقى كانت بتاعت الكرانك دي، بتاعت الكرانك مع عقارب الساعة، وبتاعت ذراع التوصيل اهي عكس عقارب الساعة. نروح بقى عايزين نجيب الرابنج فيلوستي، عايزين نجيب الرابنج فيلوستي، الرابنج فيلوستي هقول شوف هنا، بص معايا، جمعت الاثنين على بعض في نص القطر اللي موجود، يبقى ما يكون في جويند بتجمع بين لينكين كل واحد له اوميجا، اذا كانوا الاثنين اوميجا واوميجا، في اوميجا واوميجا، اوميجا واوميجا عكس بعض، بجمع الاوميجا والاوميجا. طب لو الاثنين في نفس الاتجاه سواء مع عقارب الساعه الاثنين او عكس عقارب الساعه الاثنين، اجيب الفرق بينهم واضربه في نص القطر. هنا برضو الرابنج فيلوستي عند مين؟ عند الكروس هيد اللي هي الوصله اللي بتجمع بين ذراع التوصيل والمكبس، بين ذراع التوصيل والمكبس، بين ذراع التوصيل والمكبس، هي ايه؟ المكبس بيتحرك، المكبس بيتحرك حركه خطيه، يبقى هي هنا ملوش اوميجا، لكن الاوميجا بتاع ذراع التوصيل، يبقى هاخد ايه؟ اوميجا بتاع ذراع التوصيل واضربها في اوميجا بتاع ذراع التوصيل واضربها في الجزء اللي موجود معايا، يبقى احنا جبنا الجزء بتاعها. اهو نروح لها تاني معلش، هنقول اهو هنا هقول الفيلوسيتي اوف رابنج از بين كروس هيد، يبقى هقول برضو نص القطر بضيف الاوميجا بتاع ذراع التوصيل، يعني الحته بتاع الرابنج فيلوسيتي دي بسيطه خالص، بنقول اما يكون في لينكين بيتحركوا ده اوميجا وده اوميجا، لا اما اجمعهم مع بعض اذا كانوا عكس بعض، او اطرحهم من بعض لو كانوا في اتجاه واحد مع بعض، لو كانوا واحد بيلف مع واحده ثابته او مع واحد بيتحرك حركه خطيه، اخد اوميجا واحده لان ما فيش الثاني ملوش اوميجا، واضرب في نص القطر، ادي الرابنج فيلوستي وسرعه الاحتكاك حول الجوينت اللي موجوده عندنا. هننتقل بكم لحته مهمه وهي السلايدنج فيلوستي. هنا في الجزئيه ديت بيقول لي لو عندي لينك اسمه اي بي، لينك اسمه اي بي، اللينك اللي اسمه اي بي بيتحرك ب سرعه زاويه مقدارها اوميجا، اهو سرعه مع عقارب الساعه، الاي بي بيتحرك بسرعه زاويه مقدارها اوميجا في كلوك وايز دايركشن، بيتحرك عليه لينك تاني اسمه سي، ده هو اسمه سي، اللينك ده اسمه سي سلايدر، بينزلق على
AB. يعني نتخيل كده ان AB بيدور, AB بيدور, والC اللي هو البلوك ده السلايدر ده بيتحرك هنا على حركة انزلاقية. خدوا بالكم معايا هنا في النقطة دي مهمة. يعني اذا في AB بيدور, طب C بيتحرك انزلاقي على AB وفي نفس الوقت بيدور مع AB, يبقى C له حركتين اتنين. البلوك سي ده هو لينك سي اللي احنا بنعايز اسمه لينك سي, اللي هو السلايدر ده له حركتين, حركة انزلاقية حوالين على AB يعني بتزحل على AB, واثناء ما AB عمال يدور, واثناء ما AB عمال يدور هو بيدور معاه. طيب يبقى AB له حركة واحدة, لكن البلوك لينك سي السلايدر ده له حركتين. ليه؟ لانه بيدور مع AB وفي نفس الوقت وهو بيدور بيتحرك حركه انزلاقيه. فبيقول لك هنا ايه, نقول كده, بيقول لك افترض عندنا ان احنا عندنا سلايدر اسمه سي اللي هو ده, سلايدر اسمه سي بينزلق سلايد اون اي بي, بيتحرك على اي بي, بيزحل على اي بي. لو كان اي بي في نفس الوقت بيلف حول ايه, يبقى اي بي اهو, يا معناها بيوضح لك بيشرح لك الحته دي. يبقى معنى ذلك ان السلايدر سي هيعمل هيزحلق حول الجزء اللي موجود على دي, هيبقى في حاله السرعه بقى دي. انا عندي اذا كان اي بي, اذا كان اي بي بيدور, يبقى ده له مركبه واحده للسرعه اللي هي مركبه عموديه عليه, والعموديه ديت هم بيقولوا عليها تانجينشال فيلوستي اللي هي اللي احنا بنحسبها على طول, اللي هي بنقول قط عملها عمود على اللينك, بيسموها التانجينشال فيلوستي. ليه بيسموها التانجينشال فيلوستي؟ لان الفيكتور بتاعها بيعتبروه ان هو يكون مماس للكروس سيكشن بتاع اللينك اللي موجود معايا, مماس هنا, لذلك بيطلع لها التانجينشال. احنا بناخدها على طول وعليها ايه, عمودي, السرعه عموديه على اللينك اللي موجود معايا وفي نفس اتجاه اوميجا. لكن البلوك ده سلايدر ده له حركتين, يبقى له بيتحرك سرعتين, واحده تنجنشال مع اللينك كده يعني عمودية مع اللينك, وواحدة انزلاقية مع اللينك, يبقى له حركة مركبة, حركة مركبة, حركة مركبة. ادي التنجنشال اللي هي اللي احنا بنحسبها اللي الاوميجا في الار على طول او اوميجا في الطول, ودي سلايدنج او راديال اللي هي بيتحركها على الجزء اللي بيتحرك داخل الجزء الحركة انزلاقية. يبقى خدوا بالكم يا شباب, يبقى البلوك ده له حركتين, حركة انزلاقية على اللينك وحركة دورانية مع اللينك. اما نيجي نقول عاوزين نرسم له الفلوستي, يبقى لما نلاقي لينك بيكون له نفس الحركه ديت يبقى له مركبتين. لو احنا افترضنا ان سي واحد نقطه على اي بي سرعتها عموديه عليها على طول اهي في سي 1, وبنقول عليها دي اسمها التنجيشن اللي احنا بناخدها اوميجا في الار. طيب السرعه الانزلاقيه او السرعه الراديال اللي هي سرعه سي بالنسبه للينك اي بي, هنفترض ان سي 2 نقطة على السلايدر وسي واحد نقطة على اللينك. السي اتنين بالنسبة للسي واحد يعني اللي هي السرعة الانزلاقية اللي هو بيتزحلق هنا كده بيتحرك الناحية دي, يبقى سي اتنين بالنسبة للسي واحد خدناها موازية للحركة بتاعته اللي هي كانت بيتزحلق الناحية دي في تلك اللحظة كده. يبقى هنقول السرعة الإجمالية اللي هي الفلوس اوف لينك سي اللي هو السلايدر ريلاتيف تو ايه, هي الاي سي اتنين. يبقى الاي سي اتنين هي محصلة سرعة سي بالنسبة لسرعة اي اللي هي كانت النقطة الثابتة اللي هي الحركة المركبة اللي موجود معانا. يبقى باستمرار اما يكون في عندي لينك بيتزحلق على لينك واللينك اللي بتتم عليه الحركة الانزلاقية بيتحرك بسرعة دورانية, يبقى فيه مركبتين للسرعة, يبقى فيه مركبتين للسرعة, يبقى بيكونوا المركبتين للسرعة بيكونوا عموديتين على ده اهوت كده والتانية عمودية عليها. وبنقول ان الترو فيلوستي ريلاتيف تو ايه, يعني السرعه كلها المحصله بتاعتها اذا فيلوستي اوف لينك سي السلايدر هي بتكون الاي سي 2, الاي سي 2. خدوا بالكم النقطه ديت انا حبيت اشرحها منفصله قبل ما ادخل على المثال اللي فيه النقطه ديت علشان كتير بنغلط فيها. هنقول ناخد ايه مثال بيوضح النقطه اللي انا اتكلمت عليها دي. انا بقى هنا في المثال ده جبنا هنا رسمه كده عشان ناخد بالك معاه نشوف نعرف الحكايه اللي موجوده عندنا دي. هنا ده الشكل ده كلنا عارفين اسمه ايه, الكوك ريتيرن موشن ميكانيزم او كرانك اند سلوتد ليفر كوك ريتيرن موشن ميكانيزم. طبعا لو احنا بصينا كده هنجد ان الحركه دي, بص معايا كده,
بص للرسمه المتحركه ديت، هنقول انا عندي هنا كرانك بيدور، كرانك بيدور، وفي اللي هو اللون الاحمر ده بيتزحلق، بص بيعمل حركه انزلاقيه مع الليفر، بيعمل حركه انزلاقيه مع الليفر، وفي نفس الوقت بيدور مع الكرانك. يبقى فينا كومباوند موشن، في كومباوند موشن اللي موجوده عندنا اللي احنا وضحناها في نقطه اللي قبل كده. يبقى الشكل ده اللي احنا قلنا وكلنا عارفينه اللي هو لسلايدر كرانك ميكانيزم. السلايدر كرانك ميكانيزم ادي فيه كرانك اللي اسمه اي بي اللي هو هنا بيمثله بيدور ده كرانك اي بي، وفي هنا البلوك بي، البلوك بي او السلايدر بي اللي هو بيمثله الجزء باللون الاحمر ده اللي هو بيعمل حركتين بيدور مع كرانك وبيزحلق جوه مجره، بيزحلق جوه مجره في داخل الذراع اللي هو الليفر اللي هو اللي موجود معايا ده، وده متوصل بذراع تاني كونكتنج هنا، والدي ده بنسميه الرام اللي هو التمساح بتاع اللي هو بيتحرك عليه الجزء ده اللي هو الاصفر ده اللي رايح جاي بيتحرك حركه خطيه ريسبروكيتنج موشن. يبقى الميكانيزم اللي قدامنا ده بيقول لي كرانك، ادي الكرانك، سلوتد ليفر ده اهو الاو سي هو سلوتد ليفر يعني ذراع به مجره في مشقوقه كده اهو، ذراع به مجره سلوتد ليفر. اف ذا كرانك روتيس، لو كان الكرانك ده بيدور كاونتر كلوك وايز يعني عكس عقارب الساعه اهو، شوف هنا ده بيدور ايه، بيدور هنا ايه عكس عقارب الساعه بعدد الفتح مقداره 120 ريفولوشن مينت بير مينت. المطلوب او ديفلوست اوف دي اللي هو الرام اذا كانت الاطوال معلوم. يبقى عندنا الميكانيزم ده بتاع الشبر ميكانيزم او كوك ريتيرن ميكانيزم، وعايز يحسب فيه سرعه الرام اللي موجوده معانا. هنرسم برضو الفلوس دياجرام، نرسم الفلوس دياجرام. طبعا زي ما احنا عرفنا هنجيب الاوميجا برضو 2 باقين على 60، وبعدين نسجل السرعه الخطيه ال في بي بالنسبه للاي اوميجا في الطول، خلاص جبنا قيمتها طلعنا قيمه السرعه الخطيه، وبيكون اتجاهها عمودي على مين؟ على الاي بي اللي موجود معايا، يكون اتجاهها عمودي على الاي، ده بيدور، ده بيدور عكس عقارب الساعه. انا عندي هنا خدوا بالكم معايا، عندي اي فيكسد وعندي او فيكسد، الاثنين ينطبقوا على بعض اهو، او اي سمول ليترز بينطبقوا على بعض. اخد موازي للعمود على اي بي اهو، موازي للعمود على اي بي اهوت، بنكرر الكلام ونجيب في بي، خلاص جبنا في بي. يبقى في بي اللي هو بتمثل السرعه الخطيه لبي بالنسبه للاي، خدنا قيمتها دي. حاجه اقول هنا، حاجه اقول هنا ايه، الجزء اللي موجود معايا هقول لسهوله الحل هنا بيعملوا ايه؟ يقول لك السلايدر اسمه بي اهو، السلايدر اسمه بي، السلايدر اسمه بي. طيب هنقول زي ما انا افترضت في الحلقه اللي فاتت، هنقول عليه نقطتين، هنقول عليه نقطتين، خد بالك معايا، نقطه اسمها بي ونقطه اسمها بي داش، ونقول عليهم تو كونسيدنت بوينتس، يعني ايه؟ نقطتين منطبقتين على بعض، نقطتين منطبقتين على بعض. هنقول في بي بتساوي الفي بي داش زائد الفي بي ريلاتيف تو في بي داش. فهنقول في الحاله زي ديت انا عندي بي داش، بي داش نقطه موجوده تحت النقطه دهيت، دي احنا وضحناها في الحاله اللي فاتت زي السي واحد في الحاله اللي فاتت، وهنقول سرعتها بي داش بالنسبه للاو عموديه على الجزء اللي موجود معايا اللي هو يعني هنا في نقطتين بي وبي داش. هناخد هنا بي داش اهو موازي للعمود على مين؟ على او بي داش، انا على الليفر اهو الجزء اللي خدنا خط عمودي كده. وعندي انا وقلت لكم قبل كده لما يكون في كومباوند موشن في سرعتين، ديت عموديه خلاص وديت موازيه، ودي موازيه لمين؟ موازيه للليفر اللي موجود معايا. يبقى في ادي واحده موازيه للعمودي على او او، خد بالك معايا، على او بي داش، واحده عموديه هنا، والثانيه اللي موجوده معايا ديت، والثانيه اللي موجوده معايا بتبقى عموديه عليها او موازيه، يعني في واحده موازيه للعمود على اللينك وفي واحده موازيه لللينك، الاثنين يتقاطعوا مع بعض، يبقى حاجه من نقطه بي واخد ده ونجيب النقطه اللي موجوده معايا نجيب البي داش. يبقى هقول ثاني، هقول ثاني، يبقى هناخد واحده من او خط كده واجي من البي اخد موازي لللينك، الاثنين عمودين على بعض يجيبوا لي بي داش. بي داش دي يبقى انا جبت النقطه اللي موجوده عندي في الحته دي البي داش. عاوز اجيب النقطه هنا اللي هي النقطه اللي هنا ديت اللي هي نقطه سي، فطبعا عشان اجيب سي ديت فبجيب نسبه تناسب امد او
بي داش واجيب سي من كنسبه وتناسب زي ما احنا قلنا في النقطه اللي كانت على زراعة التوصيل، اقدر اجيب سي كنسبه وتناسب، اقدر اجيب السي. اقول انا عندي الفي دي بيساوي الفي سي زائد في دي بالنسبه للسي. انا قلت في دي الطرف الايسر المحصله، فهقول في دي بتتحرك بالنسبه للثابت زي البيستون في المكبس، زي الميزو في سلايدر كرانكي ميكانيزم، اخد حركتها بتبقى افقيه من الاو، حركتها افقيه بالنسبه للاو، وعندي في دي بالنسبه للسي موازي للعمود على الدي سي، موازي للعمود على الدي سي اهو، موازي للعمود اهوت جبته. يبقى هنا دي ده موازي للافقي، دي موازي للافقي، هنا الخط ده موازي لمين؟ موازي للعمود على الدي سي، الدي سي موازي للعمود، الاتنين اتقابلوا في مين؟ في نقطة الدي اللي موجودة معايا. يبقى رسمت الفلوستي دايجرام، رسمت الفلوستي دايجرام. هو عايز مني ايه هنا؟ بيقول لي ادي الفلوستي دايجرام نفس الشكل اللي موجود معايا، هقيس على مضلع ده من اول او لغاية دي، اضربها في السكيل اقدر اطلع قيمة في دي، السرعة اللي هو عايزها اللي موجودة عندي. يبقى كده احنا ناخد بالنا من المساله ديت او المثال ده، لان المثال ده يكمن فيه كومباوند موشن بيبقى شويه مهم وبنحب احنا نجيبه وباستمرار في الاختبارات الحاجات اللي زي المثال ده. بكده احنا نكون شرحنا لكم الفيلوسيتي ديجرامز، وارجو ان تكونوا فهمتوا الفيلوسيتي ميكانيزمز، ولو فيه بعض الاستفسارات ممكن التواصل مع بعض ومعرفة أي تواصل، نكون سعداء بأننا نرد عليه من حضراتكم. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.